كتير بسأل نفسي أنا ليه مش بتأثر باعتزال ميسي زي باقي الناس، والناس هنا مقصودش بيهم جمهور برشلونة بس، لأن كل اللي بيحب الكورة بيحبوا ميسي إلا لو كانوا من مشجعي ريال مدريد، وأنا للأسف واحد منهم. إزاي ممكن أتأثر باعتزال أكتر لاعب عشت ليالي متنكد بسببه بعد ماتشات الكلاسيكو؟ مين ممكن يزعل من اعتزال لاعب سجل فيه 26 جول بكل الطرق بشماله بيمينه، من لعب مفتوح، من ضربات جزاء وركلات حرة؟ اسمحوا لي يا جماعة، بس أنا مش زيكم، وانتوا مش بتنافسوا ميسي كل موسم. قبل كل ماتش كلاسيكو بقعد أتخيل إزاي ميسي هيعمل اللقطة المرة دي، وعقلي برضو مش بيروح للي هيعمله. هياخد الكرة من نص الملعب مثلا ويروح بيها للجول، عملها قبل كده. هيسجل من ركلة حرة من مكان مستحيل تتوقع الكرة تروح منه للجول، حصلت. هيلعب ضدنا حافي مثلا؟ لا مش للدرجة دي. ايه ده، تصدقوا عملها فعلا؟ ميسي مش بس بيهزم فريقك، لا ده كمان بيهزم اقصى تخيلاتك للإزلال في الملعب. لاعب يوم ما افتتح سجل التهديف في ماتشات الكلاسيكو سجل هاتريك وهو عنده 19 سنة، ومن يومها ماتشات الكلاسيكو ما بقتش زي زمان، وانا لوحدي مستحمله لحد ما بقى عنده 32 سنة ولسه مستواه ما بيقلش. خمسات وستات ونتائج ما كانتش بتحصل لحد ما تحول اسم ملعبنا لسانتياغو برنا ليو. اساطير زحفوا على ارض الملعب وهم بيحاولوا يوقفوه. كاسياس افضل حارس في تاريخنا استقبل منه 17 جول. كانافارو كان افضل لاعب في العالم لحد ما دافع ضد ميسي. بيبي نقلناه لنص الملعب علشان يراقب ميسي وما نجحش. فاكرين حصل ايه في كارفاليو واربيلاوا؟ راموس اتطرد 5 مرات قدامه وبرضه ميسي قادر يسجل وهو بينزف وماسك منديل في ايده. مشكلتي مع ميسي تعدت حدود التسجيل وصناعه الاهداف. تأثير ميسي على برشلونة أكبر بكتير من كده. ميزان المواجهات المباشرة بقى بيميل لبرشلونة، عدد بطولاتهم بقى أكتر. كم مدرب كان ميسي السبب الوحيد لنجاحه؟ كم ماتش استنيت برشلونة يضيع فيه نقط زي أي فريق عادي لحد ما ميسي قرر يخلص بنفسه؟ برشلونة مع ميسي فاز بالليجا 10 مرات. حتى في غيابه فاز برشلونة 4-5 في الكلاسيكو، لأن شخصية الفريق اتغيرت وبينزل كل كلاسيكو مرشح للفوز مهما كانت حالة ريال مدريد. حتى واحنا قريبين من حسم الليجا في 2017 سجل جول في بلاس 90 ورفع لنا تيشيرت كانه بيقول لنا خدوا الدوري وانا هاخد اللقطه. واللي بيزود مشاكلي مع ميسي انه 100% صنع في برشلونه. في نفس الفتره لما كان ميسي بيشيل برشلونه وبينقله لقدام، ريال مدريد كان عاجز انه يقدم لاعب يكون اسطوره للنادي، وكان الحل في كريستيانو رونالدو علشان يعدل الكفه. وفي وسط ما كانت ماشيه وعاملين ارقام قياسيه شديده، يقرر رونالدو يسيبنا لوحدنا في وش مدفع ميسي عشان جمهور سقف له. ياه رونالدو، الحياه كانت اسهل معاه كتير. بس المشكله مش في رونالدو بس، مشكلتنا ان كل الاسلحه اللي استخدمناها قبل كده ضد برشلونه خسرناها. خط الوسط اللي كان بيدينا التفوق على اي فريق في الملعب ما بقاش بنفس الحيويه. اسينسيو اللي زيدان قال عليه صاحب افضل قدم يسرى شفتها في حياتي بعد ميسي بيغيب بسبب الرباط الصليبي. وعشان اكون صريح معاكم، انا خلاص رميت طوبة بيل. لاعب بيتابع ماتشات جولف اكتر من مواعيد ماتشات فريقه في الكام يوم اللي مش بيبقى مصاب فيهم. دلوقتي بنحاول نرجع خط الوسط للحاله اللي كان عليها من 3 سنين، وبنعتمد على فيدي فالفيردي اللي هيراقب ميسي، ورودريجو اللي يستحق يكون في التشكيل الاساسي في الناحيه اليمين. لكن مين رونالدو الجديد؟ السنه اللي فاتت حاولنا مع فينيسيوس بس مش سهل ولا بسرعه تبقى كريستيانو، والضغوط كان ممكن تحرقه للابد. ومن حظنا الوحش اصابه هازارد اول ما ابتدى يجيب مستواه. بس في وجود بنزيما انا مطمن ودايما بطمن. مشاكل بتواجهنا من اول الموسم وقبل الكلاسيكو بشكل كبير وصل زيدان لحلولها، بس كل ده ممكن في لحظه ما يبقاش له لازمه لو اللي بيراقب ميسي قرر ما يعملش فاول عليه، او راموس اتطرد للمره السادسه ضده. دلوقتي عايزين نتعاطف معاه وهو بيقول الجسد لا يرحم؟ وبعدين هو فين الجسد اللي مش بيرحم ده؟ يا اخوانا ده اقصى مده بيغيبها اسبوعين مهما كانت الاصابه. ده بيل لما بيروح يتفرج على ماتش جولف بيغيب اكتر. جسد لا يرحم ازاي بكم الفاولات اللي بيسجل منها كانها ضربات جزاء؟ عقله الكلمه. بعتذر لكم يا جماعه، انا عمري ما هزعل معاكم على اعتزال ميسي الا في حاله واحده بس، يقبل دعوه رونالدو للمنافسه بعيد عن اسبانيا.